إذا كنت تريد أن تكون طالب علم بحق، فلا بد أن تحدد لنفسك عدد صفحات معينة كل يوم تقرأها، وتأخذ نفسك على هذا بقوة، تحمل نفسك على هذا حملا شديدا. وهذا العدد من الصفحات اجعله بحسب قدرتك، يعني أنا مشغول وعندي ارتباط وأستطيع أن أقرأ 10 صفحات في اليوم. أخي يقول لا أنا عندي وقت أوسع، أنا عندي استعداد أقرأ 50 صفحة، لا بأس جميل. وآخر يقول لا أنا وقتي واسع أستطيع أن أقرأ 100 صفحة في اليوم. المهم أن العدد الذي تحدده على نفسك تلتزم به. صدقني إذا مشيت بهذه الطريقة سوف تستفيد. القراءة يجب، القراءة النافعة المفيدة يجب أن تكون بالنسبة لنا يا أخواني وجبة يومية، كما أنه لا يأتي يوم لا تتناول فيه وجبة عشاء ولا غداء، كذلك ينبغي أن لا يأتي يوم لا تتناول فيه هذه الوجبة الروحية العقلية المفيدة. حتى اليوم الذي تنشغل فيه، جاءك طارئ، مستشفى، ضيف، اجعل هذا العدد الذي فاتك دينا عليك تستدركه غدا. غدا ستقرأ 2 حصة بدل 1 حصة. بهذه الطريقة ستكون طالبا للعلم.